بسم الله الرحمن الرحيم. يقول صالح بن شريف الرندي وكنيته أبو البقاء، أبو البقاء يرث الأندلس، وكان في زمنه لم تسقط كلها، كان بعضها باقيا. نعم. منطقة غرناطة والمرية لم تسقط فيها كلها. يقول رحمه الله إياه: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدار حتما كل سابغة، إذا نبت مشرفيات وخرصان. وينتظر كل شيء للفناء، ولو كان بنذي يزني والغمد وغمدان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وثيجان؟ وإن ما شاده شداد في يرم، وإن ما ساسه في الفرس ساسان، وإن ما حازه قارون من ذهب، وإن عاد وشداد وقحطان. أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف واسنان. دار الزمان على دارا وقاتله، وأما كسرى فما آواه إيوان. كأنما الصعب لم يسهل له سوب، يوما ولا ملك الدنيا سليمان. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان. وللحوادث سلوان يسهلها، ولا لما حل بالإسلام سلوان. ده الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثلان. فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وإن شاطبة أمن جيان. وإن قرطبة دار العلوم، فكم من عالم قد سما له فيها شان. وإن حمص ما تحويه من نزه، ونهر والعذب فياض وملآن. قواعد كن أركان البلاد، فما عسى البقاء إذا لم تبقى أركانه. تبكي الحنيفية البيضاء من أسف، كما تبكى لفراق الإلف هيمان. على ديار من الإسلام خالية، قد أقفرت ولها بالكفر عمران. حيث المساجد قد صارت كنائس، ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان. فيا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقضان. يا راكبين عتاق الخيل ضامرة، كأنها في مجال السبق عقبان. وحاملين سيوف الهند مرهفة، كأنها في ظلام النقع نيران. وراتعين وراء البحر في دعة، لهم بأوطانهم عز وسلطان. أعندكم نبأ من أهل أندلس؟ فقد سرى بحديث القوم ركبان. كم يستغيث بها المستضعفون، وهم قتلى وأسراف ما يهتز إنسان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم، وأنتم يا عباد الله إخوان؟ أما نفوس أبيات لها شوم، أما على الخير أنصار وأعوان؟ بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم، واليوم هم ببلاد الكفر عبدان. فلو رأيتهم حيارا لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان. ولو رأيت بكاهم عند بيعهم، لهلك الأمر واستهوتك أحزان. فيا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرقوا أرواح وأبدان. وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت، كأنما هي ياقوت ومرجان. يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. يا سلام يا سلام شيخنا، يا سلام يا سلام يا سلام، جزاك الله خير، الله يحفظكم شيخنا. حفظتها وانا في السنه الثانيه ثانوي. ايوه ما شاء الله ما شاء الله.